السلام الله عليكم أحبتي. في هذا الفيديو سنقوم بحل هذه الديفرنشال إكويجن على أنها إكزاكت. سو بتصور إحنا فاميليار مع الإكزاكت ديفرنشال إكويجن، هذا هو شكلها، تكون على هذه الصورة. أم إكس، طبعا أم هو فانكشن ملتي فيريبل فانكشن في إكس واي مع دي إكس، وأن إكس واي مع دي واي إيكوال زيرو. طبعا حتى تكون اكزاكت ونتاكد انها اكزاكت يجب ان يكون ام صب واي اي ديريفاتيف لهذا وذ ريسبكت تو واي ايكوالز ان صب اكس. اسمحوا لي اني اعدل هذا الشيء، ان صب اكس. Then the given differential equation is exact. طبعا في عندنا تو ويز ان نجد السوليوشن، اما بناخذ الانتجرال لام اكس واي وذ ريسبكت لاكس، اور f x y equals integral ل n with respect to y. خلينا نشوف هذا الفانكشن، هذه الديفرنشال اكويجن اللي عندي. وطبعا من الواضح جدا بانه هذا الفانكشن هو m، طبعا هو m x y او for simplicity سميه m، وهذا الجزء هو n. طبعا راح نجد m sub y وام سب واي، يعني راح نعمل ديريفاتيف لهذا وذ ريسبكت تو واي. فانظر الى هذه الاكس ستصبح زيرو لانها كونستنت، والواي تصبح 1. سو هذه هي الديريفاتيف. وان سب اكس طبعا راح نعمل ديريفاتيف لان وذ ريسبكت تو اكس، وعندي اكس فقط فهي 1، اذا هي اكزاكت ولا شك في ذلك. راح نستخدم، طبعا احنا بنحكي انه في تو ويز انك تعمل سوليوشن، احنا راح نستخدم هذه الطريقه. انت غير ملزم انك تحل بطريقتين، تول بي ذا سيم. طبعا عندي اف اكس واي ايكوالز انتجرال تو ام اوف اكس واي، اور للتبسيط بامكانك تكتبها فقط ام وذ ريسبكت تو اكس، then تول بي طبعا ام عندي equals x plus y dx. طبعا الاكس لما بنعملها integration تول بي x to the power of 2 1 over 2 plus الواي، تعامل معاملة العدد constant، ففقط تضرب في x على هذا الشكل، ثم يضاف الconstant وسيكون function يعتمد على y لأنه الانتجرال تم with respect to x. بعد ذلك طبعا هذول كل عندهم f، this is f طبعا أقصد يعني f of x y، it's fine بإمكانك تسميه f for simplicity why not. then نجد derivative لf with respect to y. الآن هذه الطريقة، يعني نجد الانتجريشن with respect to x، ثم نوجد partial derivative with respect to y. فترى معي هنا بأنه هذا كله سيتحول إلى zero لأنه the derivative with respect to y، so x constant من وجهة نظر y. وطبعا عندي y x، x هي constant، ستبقى فقط عندي لما بنعمل derivative ل y x with respect to y it will be only x no more. so we have here x plus f prime of y، طبعا هذا يجب ان يساوي n of x y or simply n the way you like. فخلينا نقارن ونشوف. كما ترى يا رعاك الله، هذا هو نفسه اللي موجود هنا. طبعا في عندي x، في عندي x، فنستنتج من ذلك انه f prime of y هي zero لانه ما في عندي function يعتمد على y بn. اوكي، so f prime of y equals zero. طبعا if you integrate both sides it will be f of y equals c. راح ناخذ هذه ال c ثم راح نكتبها مكان هذه ال k، وهذه الخطوة الأخيرة في الحل. ولكن في شيء راح أعلق عليه الآن. إذا f of x y equals 1 over 2 x squared plus y x plus c.
يا أصدقاء، أسفل في الديسكريبشن لهذا الفيديو راح أحط حل ثاني لهذه المسألة، والحل الثاني راح أحلها على أنها هوموجينيوس ريديوسبل تو سيبرابل. هلا ممكن تشوف أنه شكل الحلين بيختلفوا عن بعض، هم ما بيختلفوا عن بعض، هم بخطوات معينة بإمكان نفرجنهم هم the same solution، فهذا الشيء لا يأثر على فهمك للموضوع، لأنه هذه الديفرنشال إكويجن يمكن حلها على أنها إكزاكت ويمكن حلها على أنها هوموجينيوس ريديوسابل تو سيبرابل. حتى لو أنت شفت الحلين شكلهم بيختلف عن بعض، إتس فاين، الحلين بيساووا بعض، لكن في خطوات بالنسبة لك مش مهمة حتى نفرجيك أنه هذا الحل بيساوي هذا الحل. فقط شوف أنه بإمكاننا أنه نعمل حل آخر لنفس المسألة بطريقة ثانية. وشكراً.